اليوم العطلة الكبيرة خميس الأسرار، وما أدراك ما خميس الأسرار. الصبح منكرس زيت الميرون مع زيوت الأسرار، زيت العماد وزيت مسحة المرضى، وهذا إنعام قديم لأبرشيد حلب لأنه هذا حق البطرك بس هو يقدس زيت الميرون. طبعا بتعرفوا بيتركب بكنيستنا المارونية حاليا من صنفين، زيت زيتون خالص وبلسم اللي هو دبس العنب مع أعشاب وعطور، رمز طبيعتي المسيح الإلهية والإنسانية. بعد ما كرسنا الميرون نصمده هون، دايما بالتقليد السرياني المذبح الشمال مخصص لزيوت الأسرار، فعم نشوف فوق الميرون وتحت المعمودية ومسحة المرضى. بعد الظهر بيصير في رتبة الغسل والقداس المشترك، تذكار العشاء السري، وبده تحضير كتير لأنه رتبة غسل بعدين قداس بعدين تطواف للقربان. لذلك عم تشوفوا الشباب اليوم قايمة الدنيا والكنيسة تكون بهيك أكتر شيء عبطة وفرح وبهجة وهيك أجواء حلوة للعيد. قداس الميرون نستعمل الأحمر المذهب لأنه رمز شعلة الروح القدس، إنما بعد الظهر رح نلبس بقداس العشاء السري وقداس الغسل رح نلبس اللون الذهبي، رمز للقربان المقدس ورمز للكهنوت. خميس الأسرار في ألحان جميلة جدا خاصة بحلب مرتلة، منها النص الرائع والكلمات الحلوة ذا العزة الرهيب، إلى لحن نسميه لحن حلبي أو طريقة أداء حلبية إذا كان اللحن معروف. فلذلك اليوم اللي عم يحضرنا وبيشارك معنا رح يسمع اللحن الفريد من نوعه اللي ما موجود بكل الكنيسة المارونية، فقط بحلب اللي هو ذا العزة الرهيب فريد الجلال.